بإذن الله تعالى نستأنف رحلتنا المباركة مع السورة الكريمة من الآية العاشرة إلى الآية الرابعة عشرة. وكما هو معلوم أعزائي المشاهدين وغني عن البيان أن التالي للقرآن هو والمستمع في الأجر سواء، خاصة إذا كان الاستماع بإنصات وخشوع. نستمع خاشعين منصتين للآيات الكريمة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم من ناع للخير معتد اثيم عتل بعد ذلك زنيب أن كان ذا مال وبنين صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين هيا أعزائي المشاهدين نتعلم كيف نتلو الآيات التي استمعنا إليها بإتقان ونتعلم بعض الأحكام مع فضيلة الشيخ خالد فضيلة الشيخ خالد نعم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه، ومن والاه وبعد أستعذ بالله من الشيطان الرجيم أن يعافينا من هذه الصفات التي سمعناها ثم تبسم بسم الله الرحمن الرحيم واقفا لا تصلها بما بعدها مراعاة للمعنى والأدب ثم تبدأ مع اول آية ولا تطع كل حلاف مهين وانتبه لهذه الصفات العشر يقول صاحب التحرير والتنوير ليس المقصود ان تجتمع كل هذه الصفات بل لو كانت واحدة منها لا تطع فكيف لو اجتمع العشر في شخص واحد؟ لذلك كان الوقف والابتداء، لذلك كانت الوقوف، كانت الافتتاحات، كان القطع قصيرا ليقرأ القارئ ويتلو التالي وهو يقف على هذه الصفات متمعنا متدبرا. على سبيل المثال لا على سبيل الحصر مع اول آية ولا تطع كل حلاف مهين. الله تعالى يقول في سورة النحل فتزل قدم بعد ثبوتها بعد ان قدم في بدء الآية ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها لم يقل بعد ان كانت ثابته ولكن بعد ثبوتها على الصراط المستقيم اذا فطريق الثبات ليس ان تسمع فحسب بل طريق الثبات ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا هذا اولا ثانيا قف على رؤوس الاي وتمعن ما قلنا بعد ذلك انتبه للالفات التي تاتي في وسط الكلام وعن المد الطبيعي مثال ولا حلاف ذا كان مال انتبه لهذا المد الطبيعي جيدا فلا يبتر وانتبه فليس في كتاب الله علامه عليه من سكون او ضبط انما هو خال من التشكيل هذا ثانيا ثالثا انتبه لكلمه توطع التاء والطاء مره ثانيه تاتينا وكلاهما من مخرج واحد التاء والطاء والدال كل من هذه الثلاث تخرج من محل واحد من طرف اللسان مع اصول الثنايا العليا فننتبه الى هذا النطع اذا علينا ان ننتبه لهذا المخرج الذي لا يفرق بين الطاء والتاء الا بالصفات فاذا نظرنا في صفات التاء او الطاء وجدنا اختلافا وبونا شاسعا هذه بخلاف تلك لا يتفقان الا في الاصمات فحسب التاء مهموسه الطاء مجهوره التاء رخوه الطاء شديده التاء مستفله منفتحه الطاء مستعليه مطبقه لا يتفقان الا في الاصمات فقط لا غير الطاء مقلقله فانتبه لهذا ولا تطع انتبه للحروف التي تشدد وهي معنا كثيره وفرق بين ما يشدد وبه غنه وبين ما يشدد وليس به غنة مثال حلاف اللام مشددة وليس فيها غنة ولكن يجب أن تراعي التشديد أثناء النطق إذا ما وصلنا حلاف مهين وجدت أن الميم مشددة لأجل علة النعم ولكن انتبه لكيفية نطق التشديد حلاف مهين هماز هماز مشاء بنميم فرق بين هماز وبين بنميم مناع من للخير مناع من, ناع من ناع للخير معتد اثيم عتل بعد ذلك زنيم اذن فرق بين الميم حينما تشدد وبين الميم حينما تكون متحركه وفرق بينها وبينها اذا ختمت وهي معنا في خواتم الايات فلا تاتي بغنه واضحه مثال حلاف مهين النون ساكنه لا تقل مهين لا بل سكنها بلطف مهين ولا تطع كل حلاف مهين خواتيم الكلمات بين النون والميم فلا تاتي فيها بغنه ولا بقلقله اي بغنه واضحه الغنه اصل في الحرف ولكن ليست كغنه حلاف ما ولا كهماز ولا كمناع انتبه للفرق بين النون والميم ان تحركت او سكنت وبينها وبينها ان شددت الامر الرابع حرف المد كما قلنا في حلاف ولا وذا لا علامه عليه بخلاف كلمه مشاء مش بنميم مشاء مش يسعى بالنميمه مشاء مش مد متصل وضعت علامه المد فوق الالف بعد الشين لانه جاء سبب بعد حرف المد وهو الهمز اذن لا توضع علامه المد على حرف المد الالف الذي معنا الا اذا جاء بعده سبب من همز او سكون ويجب في السكون ان يكون سكونا اصليا ومعنى سكون اصلي اذا وقفنا ثبت واذا وصلنا فهو معنا اما اذا انتفى السكون في احدى الحالتين لا توضع علامه المد اسمع في كلمه مهين من قوله ولا تطع كل حلاف مهين هل وضع على حرف الياء علامه المد لا مع انه اتى بعده ساكن ولكن ليس ساكنا اصليا ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشّاء بنَميم مشّاء علامة المد لأن بعدها سبب وهو الهمز أما بنَميم هل وضعت علامة المد؟ لا لأن الساكن عندنا سكون غير أصلي يعني يثبت وقفا يحذف وصلا فانك لو وصلت تقول: ولا تطع كل حلاف مهين هماز. اذا انتبه لهذا جيدا. انتبه للفرق بين علامه المد حينما توضع على حرف بعده السبب وحينما لا توجد اصلا في المد الطبيعي ولا في المد العارض للسكون. انتبه كذلك معنا لأماكن الغنن المشدد منه ما به غنة ومنه ما ليس به غنة انتبه خامسا لأنواع التنوين التي معنا ولا تطع كل حلاف لو نظرت للفاء جيدا لوجدت التنوين متتابعا أي واحدة تقدمت على ثانية هذا يدل على انها اي الحكم الذي معنا هو ادغام ويبين هذا جيدا الحرف الذي يليه فان نون التنوين تدغم في الميم بعدها وهي احدى مواطن الغنه معنا حلاف مهين وانظر الى كلمه مهين جيدا ولاحظ معنا علامه التنوين تحت النون ستجد التنوين مركبا متساويا الاولى مثل الثانيه تماما بالضبط لماذا؟ لانها تشير الى اظهار نون التنوين لملاقاة الهاء بعدها فتقرأ هكذا لو وصلت: مهين ها مهين هماز فحينما وقفت على نصف الكلمه لأبين الحرف لا لأن تصنع أو أن تتلو مثلي بل أنت إذا تلوت هكذا ولا تطع كل حلاف مهين هماز وهكذا انتبه كذلك لنوع التنوين عند الإقلاب وهو معنى في قوله مشّاء بنميم فستجد همزة على السطر تحتها كسرة وبين الهمز والكسر ميم إلى أسفل تدلك على أن التنوين هذا سيقلب إلى ميم والله الموفق اتصالاتكم بارك الله فيكم في الشيخنا الكريم شيخنا أسئلة سريعة قبل أن نبدأ التلاوة مع الإخوة بالنسبة للفرق بين هماز مشاء بنميم هماز هنا الغنة في هماز ومشاء بنميم نعم. هذه غنة الميم المشددة وغنة الإقلاب نعم. كيف نفرق بينهما؟ بالنظر في الحرف تجد أن الميم في هماز ميم مشددة يقول صاحب التحفة وغن ميما ثم نونا شددا وسم كلا حرف غنة بدا أما الإقلاب فلا يكون إلا من نون ساكنة أو تنوين قلبت أي تحولت هذه النون إلى ميم ساكنة ثم أخفيت بعد ذلك وتارة تأتي النون الساكنة من كلمة أو من كلمتين هو الإخفاء الشيخ يعني كيف الصوت يعني إحنا هذا قلب نعم وهو ال الذي يعبر عنه البعض بالناحية الأدائية لا فرق بينه وبين الإخفاء الشفوي، هكذا. هم انظر همازم هم مشاء بنميم حينما تقلب هذه النون إلى ميم تراعي ألا يكون الكز شديدا. نعم. ودع الكز في الميم حيث تختفي. نعم. بل خف الانطباق مع تلطفي إذن هكذا كما تلقينا وإن قرأت بالإطباق كما لقنك الشيخ فافعل العمدة على التلقي أما الأمر الواضح الفارق هو أن فيها إطباق نعم لأنها تتحول إلى ميم نعم. وهل فيها انفراج أيضا نعم. نعم. لكن كما قال العلامة السمنودي رحمه الله والكز أي الإطباق شيء هكذا هماز مشاء بي هذا هو الكز الشديد والا فما الفارق بينها وبين هماز إذا الفارق ها هنا الكز ضعف الميم كما قال لا. يعني الا تطبق الشفتين اطباقا شديدا لا. فقد قال رحمه الله والكز ضعف الميم حيث تختفي بل خف الانطباق مع تلطفي كما اشار العلامة السمنودي واشار له ايضا صاحب الهدايه رحم الله الجميع